مشاهدينا، تأخذ الأماكن غالبا هويتها من أصحابها وروادها وحكاياتهم، وفي العاصمة الفرنسية باريس تقترب بعض الأماكن من تشكيل صورة لسوريا وللسوريين. مقهى ومطعم سوريا يرتده السوريون القدامى والجدد إضافة لأصدقائهم من الفرنسيين، وتحضر معهم حكاية سوريا بأوجاعها الممتدة عبر السنوات الأربع. نتابع. وسط العاصمة الفرنسية باريس يحضر مقهى ومطعم يحمل اسم سوريا، يقدم ما استطاع إليه سبيلا من مبادرات وأفكار، إضافة إلى أنه بات نقطة تجمع واستقطاب للسوريين، وأشبه بصلة الوصل بين أبناء سوريا القدامى في المهجر ومن شاءت ظروفه بالوصول حديثا. الحقيقة بجي لهم بشكل شبه يومي، يعني بعد ما انتهي من شغلي ودراستي من كل يوم بجي بلاقي الأصحاب هون، وبحس بحالي كتير حلوة هون لما بشوف الناس اللي بتشبهني واللي انحرمت منها بصراحة، لأنه أنا بغربة صعبة هون. فكل يوم نحكي عن مواضيع اللي بتواجهنا هون، مشاكلنا، إمتى رح نرجع بلادنا اللي عم نلاقيها هون بهالمقهى أحيانا. شكل مقهى ومطعم سوريا نقطة جذب إضافية بمبادراته تجاه القضية السورية وتخليد كثيرا من معاناة الشعب السوري، فتحولت جدرانه للوحات تشكيلية تعج بألوان الوجع السوري. المكان هذا كمان له خصوصيته أنه أول مظاهرة بباريس لأنصار الثورة السورية، المناصرين للثورة السورية من السوريين، خرجت من هذا المكان مجموعة النشطاء الباريسيين المناصرين بتواجدوا بشكل دائم بهذا المكان. فهذا المكان بلحظة تحول ل يعني هي نقطة الانتظار، انتظرنا النصر هون مطولا، ويبدو أدمنا هذا المكان آخر شيء. وفي سهرات السوريين بمقهى سوريا يتداخل الوجع وذاكرة ممتلئة بتفاصيل ما يجري هناك، بعضها ترك أثاره على أجساد زواره حتى اليوم، ووجوه أخرى تلوذ بالصمت بعد أن أرهقها عبء الكلام، لكن عموم الصورة هنا تبدو محببة للبعض. أنا بجي لهون على هذا المقهى بسبب حاجتي لأنه شوف هاي الوجوه السورية، ولو أنه جاي لهون أحيانا بتكون صعب كتير، بس دائما يعني بعد أي مناسبة أو مظاهرة أو فعالية سورية السوريين بيجوا لهون مباشرة على هذا المقهى، بيلتقوا منحكي أوجاعنا، منحكي سياسي، منحكي شو راح يصير، منحكي إما بدنا نرجع على سوريا. تتعدد الرؤى والصور هنا بدءا بالسردي وصولا لاقتراح الحلول، فالحالة السورية وروادها قواسمهم وأوجاعهم مشتركة، والجميع عيونهم موزعة بين أمس قريب ومستقبل يلعهم انتظار. لجولة الصباح، محمد العويد، باريس.